أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول: هذا المقام متى بني وهل يصلى خلفه؟ المقام ليس هو البناء، المقام هو الصخرة التي قام عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند بناء الكعبة، وكانت ترتفع به تنخفض، فهذا هو المقام. ولكن هذا البناء جعل حماية لها، جعل حماية لها. وتفسير الآية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف، خرج إلى عند المقام وصلى عنده ركعتي الطواف، قرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم.